بتبيعني عشان واحدة زي دي؟ أنا فرح دهب هتسيبني عشان واحدة زي دي؟ لا بصي بقى، كلمة زيادة بل في رجلي وهديهولك على دماغي. بس 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 انت تخلصي بقى، تخلصي بقى، بس ابعد عني، بس ابعد عني، بس ابعد عني، انت مجنونة، انت مجنونة نفسية، دمرتيني ودمرت حياتي، بره. لان صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا امال؟ كويسه؟ الحمد لله كويسه. مالك فيك ايه؟ انا تمام. عهد، انت عارفه قد ايه انا اتمنى لك الخير واتمنى لك التوفيق في اي علاقه جديده، كان شريف ولا غير شريف. مين شريف؟ شريف اللي اتصل بيكي واحنا قاعدين، ما انا شفت التليفون. المهم، انت ايه اللي وداكي لشيرين؟ انت بتراقبني؟ انا براقب. انت اتجننت؟ ازاي تعمل كده؟ تراقبني ليه؟ انا ما اتجننتش يا عهد، انا قلقان عليكي. مش من حقي ان انا اقلق عليكي؟ لا، حقك تقلق عليا، بس مش من حقك تراقبني. وموضوع شيرين هقوله لك في الوقت المناسب، غير كده لا. عشان راقبتني. تمام. تشرب ايه؟ انا جعان. اعمل لك اكل. خير؟ ايه اللي جابك؟ انت مش قلتي مش عايزه تشوفي خلقتي تاني؟ عندي مصيبة، مفيش حد غيرك هيحلها لي. مصيبة؟ ما هو ده العادي بتاعك، ما انتي ما بيجيش من وراكي غير المصايب. عايزة اطلب منك طلب، هديكي اللي انتي عايزاه. انا مش عايزة منك حاجة، كفاية اللي حصل لي من تحت راسك. عندك حق، بس دي اخر حاجه هطلبها، مش هتشوفي وشي تاني.